تعالوا بقى دلوقتي نستقبل تليفون من ناخد زوم من كابتن زكي عبد الفتاح، مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق ومدرب منتخب مدرب عام منتخب امريكا السابق. مساء الخير يا كابتن. مساء الخير يا زلمه، اخبار حضرتك ايه؟ صباح الخير هنا. صباح الخير عند حضرتك، مساء الخير عندنا. طبعا حضرتك دلوقتي بتتابع بالظبط كده. مباراة البرتغال. طبعا بتفرج عليها دلوقتي. طيب رأيك يا انا اول ماتش كاميرون الساعه 2 بالليل هنا وانا بتفرج عليه، يعني الساعه 2 والساعه 5 والساعه 8 والساعه 11 الماتشات هنا، يعني من الساعه 2 بالليل لحد الساعه 1 الظهر كوره. مواعيد مختلفة تماما. بس كوره، انا عايش الدريم زي ما بقول، عايش الحلم زي ما بقول، اتفرج على 4 ماتشات كويسين كل يوم، فطبعا حاجه بتبقى كويسه. مبسوط بالحاله يا كابتن طبعا بتاعت كاس العالم ان في مباريات وبنتابع طبعا والاجواء دي. طبعا طبعا طبعا. انا 2010 كنت مع منتخب امريكا، ما حسيتش بالمتعه بتاعته، كنت هناك طبعا النرفزه والماتشات والبراشر الموجود. دلوقتي انت ريلاكس بتتفرجي فبتتمتعي اكتر، ما فيش ضغط ما فيش حاجه، فطبعا متعة طبعا متعة. تتفق معايا كابتن ان يعني بنشوف في النسخه دي من كاس العالم ان في ظاهره لتألق حراس المرمى من اول طبعا المنتخب السعودي ومنتخب المكسيكي وغيرهم من المنتخبات. طبعا طبعا، يعني انت عارف حارس المرمى في الماتشات دي بيبقى له عامل كبير، يعني انت عارف حضرتك ممكن ما يجريش حاجه طول الماتش، وصده واحده بتفرق، ممكن يكون فرقته خسرانه واحد ويعمل انقاذ كويس يخلي فرقته في الفرقه، ممكن الفرقه خسرانه كسبانه واحد برضه الانقاذ. يعني طبعا حراس المرمى لهم الكلمه العليا في الماتشات وفي البطوله كلها. فانا شايف لحد دلوقتي حراس المرمى حراس كلها كويسين على المستوى ده، لازم يكون حارس طبعا ممتاز طبعا، ان توصل للمستوى ده وتأدي كويس في المستوى ده طبعا. بس لسه الماتشات جايه، لسه الماتشات جايه، وفي وكل ما الضغوط تبقى اكتر وكل ما اهميه الضغوط اكتر هيبين حارس المرمى معدنه ايه. يعني برضو المجموعات ما تبينش، المجموعات ممكن ماتش كويس ماتش وحش، من يعني ممكن مش المستوى ده نقيس عليه. انا بقيس عليه بقى من دور الثمانيه، اما الغلطه بتتحسب، يعني دوري المجموعات ممكن تتعوض يخطأ الفرقة، انما في الدوري بقى الخروج بقى من اول دور 16 هيبدأ الضغوطات، وتشوف شخصية الحارس وتشوف الحارس اللي يعمل فرق، فنقدر نقول بقى مين الحارس اللي هو السبيشال طيب من دور 16. عايز اكلمك برضو يا كابتن عن العويس وهو حارس منتخب السعوديه ودوره طبعا الكبير في هذه المباراه، يعني شفته تألقه ازاي؟ لا انا حارس كويس طبعا، بس انا شايف كل الانقاذات اللي جت، احنا بنحب بس بنضخم الامور، كل انقاذات جت انقاذات كويسه، بس ده روتين، حاجات لازم ينقذها، يعني لو دخلت مشكله لازم ينقذها، يعني عمل دوره، مفيش الانقاذ اللي هو مثلا اي مثلا اللي هو الانقاذ اللي مش ممكن، او كلها شيء كلها كلها اتعامل مع الموقف كلها كويس، وانما انقاذ اللي هو ده ما كانش فيه اللي هو الانقاذ ده اللي هو يعني كل الامور فهو حارس كويس طبعا، حارس كويس طبعا. مش بس يعني انت عارف في مصر بنحب نضخم، او لو اخطا خطا واحد بننزله 7 عرض، ما بنقيمش انما ادى مباراه كويسه، المواقف اللي وصلته اداها كويس، انما ان هو انقاذ مثلا نقول يعني تفضل تفتكريه مثلا سنين مش موجود، فاهم قصدي؟ ايوه يعني فاهم قصدي الانقاذ، يعني مثلا كورتوا امبارح البلانتي اللي عمله في كندا فرق طبعا جامد، ممكن يعني او بلنتي يعني في اول ماتش كندا في وقت كسبت ماتش صعب طبعا من المباراة. طبعا. وبلجيكا مش قادرين لك فاوند الريزم، مش قادرين يلاقوا اللقاء بتاعهم يلعبوا فيه يعني، وكندا كلهم، لان كندا فريق كندا برضه ليها خاصيه في قلبي، لان انا مرنت المنتخب كندا المجموعه دي من سنه 2017، وان كان ليا الشرف ان احنا نعملها، وخمس سنين دلوقتي خدوا الخبرات، فانتوا شايفين فريق كندا فريق كويس، يعني فريق كندا حرام تخسر امبارح، قله خبرات بس حرام تخسر امبارح. طبعا لك البلانتي زي ده اللي كورتوا شاله، عادي افتكريه لو مثلا كاس العالم اللي جت، ده كندا كانت بتكسب بالظبط، لان بلجيكا بيبقى في بعض الركلات طبعا ممكن يعني توقع فرق وتصعد انقاذات. فرق.
فانا ده الحاجه اللي بتكلم عليها، زي انقاذ ده اللي بيفرق، ده اللي انا بتكلم عليه. نفس بقى انما الكلام. الاوز طبعا حارس كويس. عايز اروح ليه مندي حارس مرمى السنغال، والناس دايما كانت مع مندي طبعا بتتوقع ان هو كمان هو من انواع الحراس الموترين، يعني هو حارس موتر جدا لاي لاعب، فالناس كانت متوقعه تألقه جدا، ولكن حدث عكس ذلك. انا بكده ما يعني انت عارف ان انا صريح وبتكلم وماليش استبات. بالنسبه لمندي حتى قبل ما نلعب السنغال مصر والسنغال حارس كويس، انما مش سبيشال، هو بس اطلاقه الطول والمرونه بتاعته والكلام ده، زيه بالنسبه لي زيه زي مثلا بونو بالمغرب، ما كنت حارس لسه كويس أسألك برضو على بونو، يعني شايفه برضو ازاي؟ حارس كويس بس مش سبيشال، مش هو الحارس اللي ممكن، بس امكانياته الجسمانيه وعنده اللياقه بتاعته والمرونه كويسه، انما كموهبه لا مندي ولا بونو موجودين. طب ولو دي الحراس المصنوعه، دي الحراس المصنوعه عشان القوه الجسمانيه بتاعه والكلام ده، انما مش موجودين يعني وللاسف هو مش لو هنتكلم يا كابتن على موضوع المونديال بالموهبة، نفتقد أحمد الشناوي. طبعا طبعا انا مش ناوي اقول الحارس، خليني اقول الحارس الوحيد اللي مولود موهوب كموهبه، انما الباقي كله كويسين بس كلهم مصنوعين، يعني كلهم مصنوعين، يعني على مستوى العالم، على مستوى العالم الحارس الموهوب في رايي في وجهه نظري بيكر اللي هو بيلعب في البرازيل، بيلعب في ليفربول، ده موهوب، ده موهوب حارس موهوب، تحس ان هو بيلعب. انا يعني بالنسبه لي عارفه، ما لو فاكر انت تشافي هرلانديز وانيستا لما كانوا بيلعبوا السهل سهل ممتنع والكلام ده، هو تشافي وتشافي وهرلانديز، تشافي هرلانديز وانيستا وراس المرمى، يعمل الصده وتحس انها بسيطه وسهله عشان بيسهلها، بيعملها سهل، وراس ثانيه ممكن يبينها ان هي صعبه ومش عارف ايه والكلام ده. فانا شايف ان اليسون من 32 فريق الموجودين دلوقتي، حاسس ان هو اللي موهوب اكثر موهبه من اي حارس تاني. طب يعني حارس البرازيلي. حارس البرازيل، يعني كنت لسه اقول لحضرتك، انت شايف ان احمد الشناوي هو الاكثر موهبه، حضرتك سامعني؟ بس سامع حضرتك، مش الشناوي الوحيد الموهوب. ايه اللي بيفتقده الشناوي علشان يرجع تاني لمستواه؟ واكتر كمان، بما ان حضرتك شايف ان هو المونديال يفتقد لاحمد الشناوي، فهو محتاج ايه عشان يرجع تاني للساحه ويبقى حارس مصر الاول للمنتخب كمان؟ لازم يراجع نفسه، لازم يكون عنده عليه احترافيه، لازم هو الشناوي شخصيته حتى، وانا لما بقول لك سنه 2011 لما جينا مصر مرنته اربع تمرينات بس وشفت الموهبه، لعبت على الحضري ماتش البرازيل في قطر لو فاكرها سنه 2011، اخر 2011 اول ماتش لنا بعد ما احنا بعد انا وفريد مسكنا باربع ايام ولعب، لاني كنت امنت بموهبته، كنت قلت له انت لو عندك عقليه مثلا صلاح او حجازي او النني والناس دي ممكن هتلعب، هتلاقي نفسك في اوروبا والكلام ده، حتى لو جات له فرصه ريال بيتيس في اسبانيا، بس طبعا الفلوس ما كانتش كتير، ما رضاش عشان او كمل الحاج كامل وعلي كان اياميها برضه كان هو رئيس النادي، فما رضاش عشان الفلوس كانت قليله، اقول له الفلوس هتيجي، بس هو بيدور الشناوي بيدور، ما عندوش العقليه اللي هو زي ما بيقولوا بالانجليزي الهانجري، ما عندوش الاراده ان هو انا عايز اكون الطب، انا بدور على الفلوس اللي هتيجي بكره. انت فاهم قصدي؟ الفلوس هتيجي بكره، اروح الاهلي هيديني كذا، اروح الزمالك هيديني كذا، ماشي، ما بيبصش لقدام، ما بيبصش ان انا كل يوم ايه اللي ناقصني عشان ازوده، لا هو بيبص ان الجوانتي لون الشورت البتاع المنظره بره، فعليه طبعا. فانا ما اعتقد دلوقتي، يعني انا زعلان عليه، ما زعلان عليه فكرتش. طب يا كابتن، بما ان حضرتك يعني واضح جدا يعني حب حضرتك جدا ليه وايمانك بموهبته، ما فكرتش تكلمه وتنصحه؟ بس كلمته وبنصحه، يعني اخر موقف لما راح، يعني هو قعد الثلاث سنين اللي فاتوا دولت طبعا كان هو اصابات ومتغيب وما بيلعبش السنتين اللي فاتوا، صح؟ ربنا كرمه بدأ يلعب، راح المنتخب اول حاجه، راح المنتخب وعمل ايه؟ عمل مشكله، عمل مشكله فعلا علشان التيشيرت. الفلين نمره واحد، انا كابتن الفرقه، انا يعني اديته، بعت له رساله يعني بمعناها كده
مين انت؟ احمد ربنا انك رحت المنتخب الثاني والفريق صح. سيبك انا عايز العب، اهمها عايز العب عايز العب كويس. انما بلدنا زي ما بقول لحضرتك هو بيدور على الحاجه اللي مش مهمه يفكر فيها، الحاجه المهمه مش عشان معه. كده كابتن كنا بنقول فعلا ان عقلية اللاعب اوقات بتبقى اهم من طبعا موهبته. طبعا في مصر في مواهب كتيره كلاعيبه، انما العقليات لا مختلفه خالص. العقليات مفيش، العقليات صعب صعب التركيز خارج، هو ان انت يعني احمد الشناوي او كابتن احمد الشناوي بيركز خارج الملعب اكتر. اللعيبه كلها حتى لعيبه مصر كلها انت، بس للاسف الاعلام عندنا برضه ساعدهم على كده. الولد بيلعب ماتش اتنين بسنه كويس، بيبقى سنه كويس اها وبيأدي كويس، الاعلام والانديه تديله فلوس ويزودوا عقده والكلام ده، ما فيش الكلام ده. يعني انا هديكي مثلا، لو انا في نادي الزمالك مثلا زيزو ادى ماتش كويس، ادى سنه كويسه بياخد 10 قروش، لا اديله 100. طب هيجي منين؟ طب اللعيبه اللي قدامه، طب استنى لما اديله، انا احسب لعيب مش بسنه او اثنين، بعد عقده ده ما يخلص اقيم واشوف. انما اللعيب يلعب له، عندنا في مصر اللعيب يلعب ماتش اثنين ثلاثه يقول لك تجديد العقد، من العقد والانديه بتساعد على كده، الاعلام بيساعدوا على كده. فطبعا عشان كده اللعيب صعب يحترف بره، لانه بيعيش في مصر كانه نجم، كانه هو لما بيروح بره بيبقى عادي ما فيش مشكله، بس ده انا برضو يا بيمشي كابتن يعني الشارع. فكرة ده اللي كان دايما محمد صلاح او كابتن محمد صلاح نجمنا طبعا العالمي بيتكلم عليه، فكرة العقلية او الدماغ. والناس وقتها على فكرة طبعا حضرتك تفتكر اصلا اتريقت عليه فيها، يعني ايه فكرة ان عقلية وبتاع، ولكن اعتقد ان ده بيبقى تأسيس من الصغر. ما انا اقول لك يعني صلاح الفضل طبعا عليه وفضل ربنا ان هو عليه وكرمه، وهو الولد يستاهل. صلاح لما برادلي جه سنه 2011 كان في المقاولين، خده من المقاولين مش كده؟ كان المقاولين كان بيصارع الهبوط السنه، خدها قعد جده ما لعبوش، كان بيلعب صلاح قبل جده، لعب كان بيلعب عمرو، كان صلاح هو وأحمد غيرهم تمساح. من الصحافه واحمد. لا انا بقول لك على صلاح، وجابوا الناس بتهاجم برادلي عشان تعرف الاعلام الاهلي طبعا والزمالك والكلام ده، فهاجم ازاي ولا صغار مقاولين يلعب مكان ده مكان ده والنجوم دي. وعماد مدحت برضه عقده احتياطي كان براوده، فكان بيبقى صلاح الراجل كان مؤمن دي. الراجل لما بازل اتكلم مع بازل، اتكلم مع صلاح قبل ما يروح تشيلسي، كان جوزيه ميرينو بيسال برادلي على صلاح، وكان شاف الراجل قال لي المنتاليتي بتاعه مختلف، صلاح دماغه مختلف وده بحتاج. وقال والله العظيم انا تليفون مع ميرينو وهو بيتكلم، ميرينو قال له تصبر عليه الولد عنده كل حاجه، تصبر عليه هيبقى من احسن لعيبه في العالم. برادلي والله من قدامي انا احسن لعيبه في العالم، الولد عنده جميع الامكانيات وولد صغير وهياخد خبرات. وبرادلي ده وبرادلي يعني صراحه يعني عشان كده صلاح حتى صلاته مع برادلي لحد دلوقتي ما اتقطعتش. فالمهم ان هو صلاح من يوميها عايز، الراجل عايز. بس اقول لك ليه بقى؟ لان صلاح زي ما بقول لك طالع منين؟ طالع من نجريج ماشي، طالع من مقاولين. عارف لو صلاح لعب سنه واحده في الاهلي او الزمالك كان زمانه صلاح في مصر، ما كانش عمل اي حاجه، لانه كان هيعيش النجوميه، هيعيش الاعلام والدلع مش هلاقي. انما طالع من ما فيش فراح، فبيحمد ربنا اللي هو فيه. هتبص حجازي جاي من الاسماعيليه، بقول الناس اللي تريزيجيه جاي من فلاحين والنني من برضو الاهلي وهو صغير جدا، تريزيجيه النني من عندنا من من كفر المحله. الشيخ. والنني من عندنا من المحله، ده انا مربيه يعني من المحله. فالعيال دي طالعه من حتت، فلما بيطلعوا ربنا بيكرمهم فبيحمدوا ربنا على اللي هم فيه، بيحمدوا ربنا اللي هم فيه، فبيمسكوا في زي ما بيقولوا كده بيمسكوا في العظمه وبيمسكوا فيها جامد. طيب فتعالي من مش هي عمليه، هي عمليه اراده وعمليه انت جاي منين وتفتكر جاي منين. اخيرا بس يا كابتن عايزه اسالك قبل ما اختم معاك، اخيرا انطباعك عن الدول العربيه المشاركه في كاس العالم؟ طبعا المغرب كويسين جدا، منظمه الشوط الاولاني كان ممكن بس مشكلتنا كعرب ان احنا ما بنصدقش نفسنا. يعني بصي السعوديه السعوديه الروح القتاليه، انا قلقان على السعوديه الماتش الجاي، لانهم السعوديه قد كل لعيب في الفرقه ادى 150% من ماتش الارجنتين. انا بدنيا قلقان بس انه يتاثروا الماتش الجاي، لان الماتش ده خد منهم كتير، فاهم قصدي؟ عشان تكسب الارجنتين
ما تديش 100%، ده انت لازم 150% في الماتش. الناس مش حاسه، مش شايفه دي. انا قلقان كشخصيه او خبراتي في التدريب، بقى لي 31 سنه مدرب. ربنا انا يديك الصحة قلقان على طبعا. السعوديه، الله يخليك، قلقان على السعوديه بدنيا، الماتش بدنيا وذهنيا، يعني زي يقول براد هم الماتش اللي جاي. انما طبعا فخر طبعا بيهم كل، لو تيجي انا يعني الماتش اتفرجت عليه 10 مرات بعد كده، كل 50-50 بول. هم فعلا اللي كانوا هو مقدمين الكور مش أداء قوي جدا جدا الكور مش هي ده اللي كابتن. كسبتهم، الكور مش الكور مش شركه كده، هم دي ده حقيقة، السبب اللي كسبتهم. دي حقيقة. بشكرك جدا جدا العفو كابتن يا سليمان، زكي عبد الفتاح، بشكر حضرتك جدا وبستمتع جدا جدا وحضرتك معانا، وهنكلمك أكيد طوال فترة كأس العالم. بشكر حضرتك جدا على وجودك معانا.